وأبدأ معك الأستاذ أمير فيتمان، نتحدث هنا عن إمكانية أن تدعم القامة العربية الموحدة حزب الليكود. من ناحيتك هل هذا أمر منطقي بأن تدعم قائمة تؤمن بأن الانتفاضة الأخيرة هي انتفاضة مباركة وتؤمن بيعني حقية المسلمين في أرض فلسطين والأقصى وكل هذه الأمور جزء من الحكومة، أو تدعم الحكومة وتستند على أصواتها الحكومة؟ שאלה מעולה כמובן. سؤال رائع طبعا. אני חושב שאני לא יודע, זה לא נראה. أنا لا أعرف, لا يبدو لي ذلك في الحقيقة. אני חושב ש... ولكن أعتقد שאלה הזאת, بأن هذا السؤال حل شيئا. אני חושב שהם רוצים לבוא. أعتقد بأنهم يريدون أن يأتوا ويقولوا بأنهم جزءا مما يحدث في دولة إسرائيل. وهذا تعبير سياسي مهم جدا. هو ما يسموه أسرلة الجمهور العربي. إذا كان منصور عباس بنفسه ملائم ليكون جزء من الحكومة ومن الائتلاف ائتلاف يميني, هذا سؤال من الصعب الإجابة عليه بشكل مطلق. ولكن أعتقد بأنه يجب أن توضع شروط. أعتقد بأنه لا يجب أن نلغي تماما أو نهائيا الجمهور العربي, ولكن أعتقد بأنه يجب أن نتقبل كل شيء على أنه شرعي. يجب أن نطلب عدم التعامل بالعنف أي شكل واستنكار العنف من أي طرف. القيادة الجمهور العربي يجب أن نتقبل حقيقة كونه يعيش في دولة يهودية, وأن تقبل ليس شيئا فظا. أنا ترعرعت في خارج البلاد وكنت أعرف بأنني موجود في بلاد في سويسرا وأنا جزء منها وأقلية, لذلك يجب أن يتقبلوا. ليس صحيحا أن يحارب الجمهور العربي دولة إسرائيل كدولة يهودية ويريد أن يمسح هذه الهوية. إذا وضعنا سلسلة من الشروط فأعتقد أن هذا ممكن. نعم, أريد أن يعني أن أضغطك بعض الشيء في هذه النقطة, لأن الأمر لا يتوقف على أن تكون يعني أقلية في دولة ذات أغلبية من ديانة أخرى, وإنما هنا حديث عن احتمالية مواجهة مع غزة مثلا. ماذا سيكون موقف الموحدة عند احتمالية أن يعني يقول نتنياهو نريد أن نوسع المستوطنات, خصيصا مع وجود سموتريتش وبنكفير في هذه الحكومة ويمينة أيضا؟ ماذا سيكون موقف موحدة؟ هل ستمتنعون عن كل هذه الأمور فقط لإقامة حكومة من أجل أن يحظى نتنياهو بأغلبية التي يقول البعض أنها أغلبية لتخلصه من المحكمة؟ אני חושב שאתה צודק. אعتقد بأن معك حق. اعتقد أنه بسبب ذلك إمكانية تشكيل حكومة مع الموحدة تبدو لي غير واقعية. أردت أن أقول قبل ذلك أن هذه فرصة من ناحية جماهيرية أن ندخل في خطاب مع الجمهور العربي لنعرف ما هي حدود القطاع الذي يراه اليمين الإسرائيلي, ما هي حدود التعاون. أعتقد بأنه من الصعب إدخالهم إلى الائتلاف. أن تعتمد عليهم من الخارج هذا يبدو لي أيضا صعبا, أما إن كان مستحيلا لا أعرف. نعم أستاذ أو الدكتور أمير نافس, يعني هل نستطيع أن نبارك لكم يعني حصولكم حتى الآن على ما يبدو 7 مقاعد في حزب العمل؟ يعني بداية أنت تستطيع أن تبارك على تغيير اللغة اللي تحول خلال 24 ساعة عند حزب الليكود, واليوم هذا الحزب الذي في السنوات الأخيرة سن كل القوانين العنصرية ضد الأقلية العربية في البلاد, نسمعه الآن يتحدث عن إمكانية المشاركة, عن إمكانية التعامل, عن تقربه من رؤساء وقيادات الأحزاب العربية. فألف مبروك على هذا الإنجاز أمير, وبطريقة كمان توصل الرسالة لقيادة حزب الليكود عن جد كل الاحترام, أنه حزب الليكود تذكر أنه في 20% من سكان المواطنين في دولة إسرائيل من الأقلية العربية, وتذكرته أخيرا بعد هاي النتائج الانتخابية أنه يحق لهاي الأقلية العربية ما يحق لباقي المواطنين في الدولة. ولكن بدون أدنى شك بأن الإنجاز الأهم الذي حدث اليوم هو المقولة الواضحة اتجاه حكومة نتنياهو: شكرا لك
وحان الوقت الذهاب إلى البيت. وهذا كيف ما كيف نريد تترجم ذلك صناديق الاقتراع؟ بشكل واضح، لأنه إذا طلعنا على الاستطلاعات الأخيرة أو النتائج الأخيرة هي واضحة بشكل واضح أنه الأغلبية الساحقة وكمان يمينها، يعني يمينها كان لربما لأسباب تكتيكية لم يعلن عدم استعدادي للجلوس في حكومة نتنياهو، ولكن كان واضح جدا بأنه ضد نتنياهو وأنه لا يريد أن يرى نتنياهو في مكتب رئيس الحكومة. وهذا أيضا ما صرح به ليلة أمس عندما تحدث مع بنيامين نتنياهو بأنه ما كان في الأمس لن يكون في المستقبل. وهذا أمر واضح بأنه لا يريد أن يرى بنيامين نتنياهو في مكتب رئيس الحكومة. أعتقد بأنه في نهاية المطاف معسكر لا لنتنياهو سيركب الحكومة المقبلة، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير جدا، وهذا إنجاز وفوز للديمقراطية وللأحزاب السياسية التي تنادي بالمساواة التامة بين جميع مواطنين. نعم، لكن أريد أن أضغطك أيضا، كيف يمكن لنفتالي بنت الذي يحظى بخمسة مقاعد سبعة مقاعد في النموذج الحالي أن يشكل حكومة مع معسكر المركز يسار، حيث لا يريد أولا أن يكون يائير لابيد رئيسا عليه، لا حتى في تناوب لا يريد ذلك، وأيضا النواب الآخرين مثل أفيكتور ليبرمان وغيدعون سعر يقولون لا للقوائم العربية ولا بأي شكل من الأشكال. أين الواحد والستون هنا؟ يعني علينا أن نتذكر بأن كان هناك الكثير من التصريحات الفترة ما قبل الانتخابات، وهذا أمر أيضا مقبول، ولكن حان وقت الجد، وهذه المرحلة تختلف عما كان بالأمس. علينا أيضا أن نتذكر بأن كان لدينا أربع مراحل انتخابية في السنتين الأخرتين، ولا أحد يريد أن يذهب إلى معركة انتخابية خامسة. الأمر الذي قلنا ذلك أيضا عند المرحلة سيكون المعركة الثانية والثالثة، قلنا ذلك وقلنا ذلك، ولكن أنا أتذكر بأننا ذهبنا مرة تلو الأخرى إلى هذه الانتخابات بسبب بنيامين نتنياهو. الآن هذه الموضوع أصبح واضح بأن الجميع متفق لا لبنيامين نتنياهو، ولكن هل من الممكن وضع تنازلات من أجل عدم الذهاب إلى معركة خامسة؟ أعتقد بأن الجواب واضح، بنت سعر ميخائيلي كل القيادات هي عليها أن تجلس حول طاولة واحدة وأن تتنازل واحد للآخر حتى نمنع الذهاب إلى معركة انتخابية خامسة. نعم. أستاذ أمير، يعني أريد قبل أن أسألك أن أعطيك حق الرد على ما جاء هنا من تصريحات الدكتور. كان أنا متنزل، أنا خشف أسف أعتقد بأننا سمعنا هنا مدى بديوني علم خيال أو خيال علمي ملحمة الكوكبين وكأننا في حرب النجوم. لو إن شوم ألتيرناتيفا لا يوجد أي بديل ممكن في الكنيسة الحالية، ونحن لا نعرف بالضبط كيف ستبدو، ولكن لا بديل سياسي حقيقي لحكومة يمين. هناك إمكانيتين أو ثلاث، الأولى بطريقة أو بأخرى أن يأتي أحد إلى اليمين ليكمل الغالبية المطلوبة 61. الإمكانية الثانية الذهاب إلى الانتخابات، وهذا للأسف يبدو الأكثر منطقية حاليا. والإمكانية الثالثة هناك انتخابات لرئاسة الدولة، وربما سينافس نتنياهو هناك، وحينها سيخلي المنصة، وحينها زعيم الليكود القادم يستطيع أن يؤلف حكومة مع سعر وغيره، حكومة يمينية. هذه بشكل عام الإمكانيات الواردة. كمان كلمة إذا سمحت، أريد أن أحتج على ما قلت. لم تكن قوانين عنصرية، قانون القومية ليس عنصريا، هذا يتواصل مع ما قلته سابقا. يجب أن نجري خطابا بين الأقلية العربية والغالبية اليهودية لتقبل الجمهور العربي كقومية، كأقلية قومية، هذه الدولة كدولة تعرف نفسها على أنها يهودية وديمقراطية. أعتقد أن هذا طبيعي جدا أن المواطن العرب، أن يكون المواطن العرب متساوي الحقوق بشكل كامل للمواطنين اليهود بالعربية فقط. هذا موجود في قانون القومي. كان
لا لا ندخل في قانون القومية، ولكن أنت رئيس كتلة الليبراليين في حزب لا من وديبير الخوكيم جيزاني ماني هو تحدث عن القوانين العنصرية أعطيتك حق الرد بالضبط لهذا السبب. أنت تترأس كتلة الليبراليين في حزب الليكود، ولكن الليكود حتى ولو أقام حكومة مع حزب القائمة العربية الموحدة لديه الحريديم اليهود المتشددين في الحكومة، وأيضا هتيلوت هدتيت المتدينين الصهيونيين يمكن أن نقول لهم. كيف يمكن أن تقيم حكومة ليبرالية وحزب الليكود هو حزب يميني ليبرالي مع مثل هذه الأحزاب؟ الحريديم يريدون استحقاقات ولا يريدون الخروج إلى سوق العمل، هتيلوت هدتيت أيضا يعني يأملون بأن تساعدهم الدولة، اقتصاديا واجتماعيا لا يمكن. אני חושב שאתה צודק. אעתקד אנק על החק לדינ משקלה אעמק من مشاكل نعم بيبي او كلا لبيبي. هناك مشكله ليست جديده عمرها اكثر من 40 سنه. يمين الاسرائيلي ان اليمين الاسرائيلي للوصول الى الحكم ملزم من ناحيه سياسيه من ناحيه الديموغرافيا الاسرائيليه الديموغرافيا الاسرائيليه يجب ان يعتمد على الحريديم. المشكله ان ممثلي الحريديم ثابتين على مدى طويل، شاس ويهدوت التورا يواصلون وجودهم على طول الطريق، ويمكننا أن نبني على أنهم سيظلون هنا وهم مطيعون عندما يعطونهم قطعة اللحم التي يريدونها، وهم لا يريدون أن يكونوا في رأس الحكومة، لذلك فهم شركاء في الائتلاف مريحين بالنسبة لكم. والمجتمع الإسرائيلي يجب أن نقول باستقامة يدفع ثمنا عاليا لهذا مقابل ذلك. وأعتقد أن التحالف الأفضل لإسرائيل هو تحالف لأشخاص يعملون. الليكود اليمين الليبرالي مع بنت والصهيوني المتدينة، وهم كلهم ينتمون اجتماعية يعني واضحة بما يتعلق ب בסדר, בן גביר זה אחד, הוא לא באמת רלוונטי. הוא וואחד וליס מוהם מן ציונות הדתית, ציונות דתית, רוטמן הוא הצדיק, הוא הליברלי ג'דה. קואליציה כזאת ביחד עם נגיד לפיד, הייתה יכולה להיות קואליציה טובה, זה סוג של קואליציה של 2013, כדי שהקואליציה הזאת תהיה בת קיימא, הגורם הזה מהמרכז, المركز واليسار يجب أن يلعب دورا مثل الحريديم، أن لا يرغب في أن يكون في الحكومة بل فقط يكمل التحالف ولا أرى ذلك يحدث، وهذه الحقيقة.